هي الشقة دي؟ أيوة. افتح. لكم ايه؟ انا هخش الاوضه دي وانتوا تخشوا الاوضه دي، لو لقيتوها حطوها في شوال وهاتوها. ماشي ماشي. خد يا حبيبتي. اخد ايه؟ دول 200 جنيه بس. امال عايزه ايه؟ عايزه 400. ده كتير يا ست زهره. كتير ايه؟ انت مش شفت حالته عامله ازاي؟ وبعدين انت شلفت لي خلقتي، انا محتاجه علاج. ولا تزعل يا ست. خد يا حبيبتي. بس بقول لك ايه؟ تبقى تعالي شقري عليه كل شويه. من عينيا الاثنين. وانا اديكي ادي دول كمان. ماشي. ايه رايك؟ انت تجيبي الحقن، انا ما بجيبش الحقن. ها؟ حاضر، من عينيا. يلا سلام. سلامة حبيبتي. حاضر. ايه؟ استني لما اعرف وظيفه الرقبه دي كانت تراني في الغد دلوقتي. كنت في الشغل، استريحت بقى. شغل؟ اي شغل يا بنت؟ اي شغل؟ انا فاتح لك الباب ده النهارده وانت راجع من المستشفى ودخلت تنامي، شغل ايه تاني يا بنت؟ يا واد انت، يا واد سيبها بقى يا نصر. لا يا نصر، بنت خدت كام النهارده من الشغلانه دي؟ هو ده كل يهمك يا اخويا. بقول لك ايه؟ اوعى من سكتي، انا عايز اخش الشطف وانام. انا بقول لك اهو. لا مش هتخش تشطفي، مش هتخش بقى زهره لما اعرف انت خدت كام النهارده. اوامري ده مش سهل يا بنت. اوعى ده توجعني. يا بنت سيبها في حالها في قلبك. هو ابنك ده جرى له ايه؟ هو مش بيشتغل في مصلحه المجاري وبيقبض، ولا حفظ طول عمره عايش على قفايا سفلقه كده؟ عشان انا اخوك يا بنت. انا اخوك وليا حقوق عليكي، الدستور بيقول كده. طبعا
امال يصرف على الهباب اللي بيشربوا ده منين؟ الله ينور عليك يا ست الكل، انت كده جبت المفيد. وبعدين غيري اللي من دول وامك العيانه دي ايه؟ مش محتاجه مصاريف؟ ده كاتره وادويه. يعني ايه ادويه يا بنت؟ ها يعني ايه ادويه؟ والدواء اللي عندك في الصيدليه بره ده يا بنت قد ايه؟ انت فاضلك بس تعملي سلسله صيدليات زهره وتوزع الدواء على البيوت. يا اخويا تخيب جتك خيبه، اللي ما شفنا من وراك اي حاجه. على راي المثل بهجر اغى ما فيش الا شناب. بهجر اما بتبهجريني انا اما وانت نايمه كده؟ بدل ما اصعب عليكي وتقلعي جوز الغوايش ده من ايدك اتصرف فيهم عشان الجوازه. يا اخويا جتك جنازه، ما انت يا واد اتجوزت 3 مرات، كل مره كانت تطفش منك وتقول حقي برقبتي. انا هريحه بقى يا اما، انا عملت الشغلانه دي كده من غير فلوس لوجه الله. ارحمنا بقى وخش نام، انا محتاجه انام 2 ساعة، عندي بكره الصبح شغل في يومك اللي مش فايت المهبب ده. دلوقت. ومهبب ماشي يا عسل، انا هروح انام دلوقتي، بس حياه امك اللي نايمه دي بعد كده لا اقفلك على باب الشقه وافتشك كده زي ما كنت داخل المطار الجديد. تكيل قرف الاخ ايه ده كلمه السكك ارحم منه. خدي بس قولي لي يا بنتي اتليمتي على كام النهارده؟ ايوه احطهم بقى على اللي معايا واجيب كمان غويشه. وريني ايه ضيعت ايه يا لهوي، بتوع الدهب قافلين النهارده. صباح الخير يا عم فتحي. وانا راجع بقى ان شاء الله. ازيك يا سهام عامله ايه؟ اخواتك عاملين ايه؟ كويسين. سلمي لي عليهم. سلمي عليهم. ازيك يا حبيبي؟ ازيك انت عامله ايه؟ اليوسفند اللي خدته منك امبارح كان ناشف ما فيهوش ميه، حصل ايه بس؟ انت بتضحك علينا. صعليكي صباح الخير. صباح النور يا نور. ايه بتبصي على ايه؟ لا 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 ولا حاجه، يلا هنتاخر. طب انت كنت نبطشيه؟ ربنا يتوب علينا من الشقه ده بقى. صوري طول الليل ما غمضتش عيني من طلبات العيانين. واحنا كنا لقينا شغلانه تانية قلنا لا الحمد لله. على رايك. بقول لك ايه؟ بالليل عدي عليا نتعشى سوا. انت اجازه بكره؟ اريح يوم ما تاخريش. عايز حاجه بقى انا جايه؟ سلامتك حبيبي. باي باي باي. يسعد صباحك يا ست زهرة. الله على الابتسامة الحلوة. صباح الخير دكتور صبيح. صباح الخير يا ست الدكتورة. وليه بقى التريقة اللي على الصبح دي؟ واتريق ليه يعني؟ هو مش انت بتنفسيني في أكل عيشي؟ الأرزاق على الله والعيش على الله. ونعمة بالله يا ست الكل. مش عارف أنا يا أخويا من مفشالي ريشة قوي على ايه؟ مش فاهمها انا دي. امال لو كانت دكتوره بحق وحقيقي. صحيح اللي ما يشوفش بالقطره يبقى اعمى. انت يا سعاد ايه؟ هي الاوضه 18 ها؟ ماشي يا حبيبي. بتبطلي بقى. زهره يا زهره. يا عيون زهره صباح الفل. مش ناوي النهارده تديني الحقنه ولا ايه؟ انا هقدر. هروح بس اسلم على نمره 15 عقبال عندك خارج النهارده. ألف حمد لله على السلامة يا فؤاد بيه. يا رب كده يديك الصحة على طول وطولة العمر. متشكر يا زهرة أوي. متشكر يا زهرة. طبعا يا ست الكل من عينيا. أحطهم وآخد الشنطة كمان لحد تحت. في عربية مستنياكم ولا بدك تدوكوا تاكسي؟ لا لا إحنا معانا عربية. مع ألف سلامة إن شاء الله. إحنا مش عايزين بقى نشوفك في حاجة وحشة تاني. أيوة دعيله يا زهرة لصاحب عين. ربنا يخليهولكوا يا رب ويطول في عمره. خد يا زهرة. ليه بس كده؟ ده أنت خيرك مغرقني. ربنا يكرمك. لا لا تستاهلي كل خير. الله يخليك يا رب. مع السلامة. خلي بالك بقى من بابا. يلا مع ألف سلامة. لا 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 أنا والله العظيم حشان هنا لحد تحت. مع ألف سلامة. مع ألف سلامة. الشنطة دي تحت.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين معاك بقى، انا كده مش عارفه اديك الحقن. تعرفي يا زهره، ما تتصوريش انا قد ايه برتاح من حقنتك ليا. اه يا مبصبصات يا ابو عين زايغه. وبعدين معاك بقى، الدرج فيه فلوس، خدي 100 جنيه. ربنا يخليك ليا ويكرمك يا رب. الحمد لله. يلا باشا اديك الحقنه بقى. انا كل ما افتكر ان انا همشي من هنا قد ايه انا قلبي بينقبض. يا عيني بينقبض. طيب يلا نام بقى عشان اعرف اديك الحقن. يلا يا معلم. ابو سريع يا ابو سريع. في ايه يا ام الهنا؟ اطلع ازاي؟ اطلع ازاي؟ انا ورايا شغل. بقولك اطلع يا راجل. حاضر حاضر. يا ده عمر عامل يا معلم. خلي بالك بالتليفون، لو جت اي طلبيه شيعلي الخط على فوق. حاضر يا معلم. وعدوه. بقولك ايه يا ابو سريع، انت لازم تشوف لك صرفه في وعي بنتك السودا دي وخيبه الامل اللي بلتنا بيها. الله 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 الله. جريتان ما تحسني ملابس حضرتك بقى. ان كان عاجبك بقى يا دلعادي، انا هنفضل يا اخويا لامتى في الهبابه الخطوبه دي؟ الله ما بقناش كتير، ده انا يا دوب خاطب بنتك ما بقاليش 6 اشهر. وهم دول شويه، دول ياما بيتولد فيهم ناس وبيموت فيهم ناس. وحدوه. يابا ما خليل برضه مش بايده، ايده مش طايله. الكتم يا بيت، سيب ابوك يتكلم. شوف بس خليل، ما دام انت مش عارف تقني مره، يبقى نغسل الخطوبه دي وندفنها. استنى يا عم قبل ما تكفن الكلام. ايه ندفنها دي؟ وبعدين انا بنتك دي صارف عليها دم قلبي وشها اختي. ليه؟ عاوزين تفصلوا عصفورين حبيبين دايبين في قلوب بعض. ما تتكلم يا بت. اتكلم يما؟ اخرس يا بت. بقول لك ايه بقى يا سي خليل، انت يا اخويا تكتب الكتاب وتدخل وتعمل فرح، يا اما هشوف للبت عريس تاني. لا يما، ما تسيبونيش خليل، لو بعتوني عم هموت نفسي. يا سيدي تموت نفسك؟ ده ايه؟ ده انا كنت ادفعه تمن الغسل والدف، انا ما عنديش حد يموت على وقتها. يا اخي جالك 60 نيله، انت بتحبيه ده على ايه؟ اشحال ما كانش موظف في المجاري، يعني عشان ينظف نفسه لازم يحط ازازتين ريح عشان تقدري تشميه. دلوقتي مش عاجبك المجاري؟ فاكره لما كنت برجع من شغلي بلبسي وتقعدي جنبي تفضلي تشمشمي؟ الله يا خليل، شاري النوع الجميل ده منين؟ خلاص يا جماعه، انا مستعد اكتب وادخل زي ما انتوا عاوزين. يعني هتنفذ طلباتنا؟ وايه بقى هي الطلبات؟ ما انت عارفها. ايوه اصل انت عارف الحكايه. انت لسه هتقول الحكايه والروايه؟ ده انا شفري ايه ده يا ربي؟ ما انت عارف كل حاجه يا راجل، على راي المثل ادي الحمار وادي ديله. ياما ما تدوا له فرصه يتكلم، انتوا طابعين على نفسه ليه؟ مش يمكن يقول جديد ونستفيد؟ ايوه يا اختي حميله يا اختي، ما هو واكل عقلك بالاوانطه بتاعته دي. لا مش اوانطه، انا بحب بدد. ما تقوليش الكلام ده يا خالتي. بلا خالتك بلا عمتك، انا ورايا شغل. ايوه بس الكلام اخده عطا يعني. لا اخدي بس، انا ما عنديش عطا. هتدفع المهر 2000 جنيه والسبكه 3000 جنيه والمؤخر 5000 جنيه. هتاخد بنت وتبقى تحت امرك، مفيش يبقى ما تلزمنيش. قلت ايه؟ انت نسيت اهم حاجه يا ابو سريع، هيسكن البت فين؟ هنا ياما. هنا ياما؟ عايز الحنوتي ومراته يخشوا ويدخلوا علينا في البيت هنا؟ ليه؟ دي دخلتهم علينا شوق. يا امي يا حبيبتي، لاجل الورد ينسق العليق؟ عليق ايه؟ ده كل نسايبك دولة ببنتهم اللي انت خطبتها دي ما ينزلوليش من زور، انما اقول ايه؟ بتدور على هم وتنخله. اه صحيح، ايه الناس الشؤم اللي انت رايح تناسبهم دول؟ شؤم ايه؟ انت مش فاهمه حاجه. على الاقل الواحد يضمن اخرته ويحموه حمويه نظيفه كده. اخرته؟ هي جوازه ولا جنازه يا واد؟ انتوا مالكم مش شمعين عليا الفتله كده ليه؟ وانا هفضل عازب طول عمري؟ انا عايز اتجوز بقى. قصر الكلام، لو عايز تتجوز بنت التربه دي اتجوزها بعيد عننا. خلاص شخشخي جيبك يا عسل انت، وهاتيلي شقه قانون جديد وشبكه ومقدم ومؤخر. مؤخر؟ اسم الله عليك.
لو انت يا واد كنت اتجوزتها وطلقتها عشان تدفع لها مؤخر. يا امي طبعا حبيبتي فهميني بس، انت مش فاهمة حاجة، الراجل الترابي ده ترابي قد الدنيا وعلى قلب فلوس قد كده، واتفقت ان التنجيد عليه عشان عنده قطن كتير. المهم الحزبة بتاعت الحكاية دي كلها تطلع بكام؟ بعد ما فصلت معاه فصال جامد قوي وصلنا ل 2500 جنيه. يا نهار اسود ومنيل، عايز تجوز بنت الترابي ب 2500 جنيه؟ سامعة يا ام ابنك بيقول ايه؟ ولا كأني سمعت حاجة. نهار اسود اتجننت يالا؟ اتجننت؟ فاكرني بشتغل ايه في كباريه؟ يا ريتك تشتغل في كباريه، على الاقل نقب على وش الدنيا ونركب عربيات وبدل لميع كده. اخرس يا قليل الادب، جاك قطع لسانك، انت راجل انت؟ انت عندك نخوة؟ عايز اختك تروح تشتغل في استخام البتاع اللي قلت عليه اسمه الكباريه ده؟ انت راجل انت؟ امشي امشي، روح شوف مين، امشي وانت عامل زي العمل الراجي كده. حاضر حمشي، انت بتمشي كلب. الكباريه قال البتاع يا بنت السخام اللي بيقول عليه الكباريه ده، لو اشتغلت يعني يدوكي فلوس كتير. ها في زبون جاب روشتة عاوز دواء. بس كده من عيني، مش فاهمك انت. هات الاول ده مش عندي، التاني والتالت عندي، الرابع كمان لا، هجيب لك اللي عندي والباقي تعالى خده بكره. ها امسك دول موجودين عندي. ايوه خلي الشرطه معاك. الحساب كام يا ست زهر؟ دول بره ب 60 جنيه، هديهم لك ب 50، يعني هات 50. 50 ايه؟ انت بتبيع صواريخ وبومب؟ انت مالك انت؟ يا عم هات 50 جنيه. ما انا معايا شر 45. 45؟ هات 50 وادي لك بالباقي اسبرين. مالكش دعوه انت، هات اللي معاك، هات 45. اللي معايا خمسه، لا انا بس بصراحه يعني معايا 35. انت مش لسه قايل 45 دلوقتي؟ اه هات اللي معاك وخلصني. 20 جنيه اهو. عم قول بقى قول. السلام عليكم. تعالوا بالسم الهاري. بعدين انت في ايه حكايتك؟ عامله لي فيها ملاك الرحمه؟ في جناحات هتطلع من جنابك وتطيري في الشقه كده؟ انت ايه؟ مفيش في قلبك رحمه؟ طبعا هتشيل هم ايه؟ دول هدفع منهم ايجار الشقه، وكمان هكمل عليهم وادفع النور والميه. خلاص اديني حاجه، الحكام اشفره معايا. امر لله، امسك 5 جنيه، مع اننا عمرنا ما شفنا مماهيتك مليم واحد احمر، ولا ايه ياما؟ انت بتسمي دي ماهيه؟ انت عارفه يا دوب بجيب بيها قرش مخدرات. فالح اتفضل بقى هويني، عندي شغل كتير، عايز انزل الاغزخانه دي كلها واوضبها من اول وجديد. بس اسمع ابو عبد الله، احنا ما عندناش حاجه اسمها جواز عرفي والكلام ده، احنا جوازنا بعقد مأذون على سنه الله ورسوله، يعني عايز تتجوز كده احنا تحت امرك، مش عايز كل واحد مننا من طريق. ومين قال اني ابغي شيء غير اللي انت بتقوله؟ انا كل حكايه اني اريد اشوف العروسه ان كانت زينه وتستاهل ولا قبيحه وما تستاهل. قبيحه؟ ايه اللي بتقوله ده يا عمنا انت؟ انا اختي دي عسل عسل عسل، انت لو شفت جمالها هتتمرمط على الارض. بقول لك ايه يا ابو عبد الله، يا زمانها دلوقتي راجعه من الورديه وشغاله في مستشفى، انا وانت هنقف في حته بعيد ونتفرج بس عليها كده وهي راجعه. تبص بس. ومال؟ تعالى افرجك، تعالى تعالى. اهي اهي. ها ايه رايك في البضاعه؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مش بقول لك دي عسل عسل عسل. ها عجبتك؟ كيف تقول عجبتني؟ هادي ما في مثلها، هادي حوريه من الجنه. ادعي بس من ربنا انها تكون من نصيبك. انا راح ادعي ليل نهار، بس البركه فيك يا سيد خليل. ها مش البركه فيا لوحدي، بركه فيك انت تاني برضه ابو عبد الله. المهم هنقفش كام الفلوس؟ ايش ما تطلب، ايش ما تطلب راح وفي لك. كده كله تمام وزي الفل. خلاص يا حبيبتي كتر خيرك، يا ريت تمر علينا من الوقت للتاني. الله يخليكي. من عينيا. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي.
اتفضلي يا حبيبتي، نورتي. عاد سلام. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما يا أما أمي فين؟ أما بتزعق كده ليه يا واد؟ جبت عريس لزهر، إنما إيه حكاية؟ الناس اللي معاهم ألماز وياقوت وزمرد. عايز نعمل إيه؟ ليلي دماغها بكلمتين كده عشان توافق. يا ابني مش بس لما تشوفه يمكن ما يعجبهاش. يا ما يعجبهاش إيه؟ بقول لك عنده ألماز، فلوس متلتلة على قلبه قد كده. لما يتقلها بالألماز، أنت عارف أختك وعارف دماغها. الله، ياما يعني إيه؟ نرفض راجل زي ده؟ مش ممكن. أنت يا ابني اللي هتتجوزه ولا هي؟ هي طبعًا، بس برضو الدور والباقي عليك أنت ياما. اقعدي معاها كده في الهداوة وحاولي تقنعيها عشان تتجوزه، ساعتها ياما هنعيش في الهنا كله. أنت هتروحي أحسن مستشفيات، أنت هتقعدي في عربية كده وتلعبي في الإزازة تطلعي وتنزليه، وإحنا ما نقعدش في المكان اللي كله رطوبة ده. يا ابني كل كلامك ده ملوش لازمة، كلام في الهوا. المهم رسيت معاه هيدفع فيها كام؟ زهرة حبيبتي، زهرة زهرة، ازيك يا عسل؟ انت يا عسل، الحمد لله على السلامة. ايه رأيك نتعشى مع بعض؟ ليه؟ اشمعنى النهاردة يعني؟ حبيبتي انت راجعة من الشغل تعبانة وفطسانة وهفتانة، لازم تتقوتي بلقمة. انت عندك حق، عشان كده هقوم انام. لا لا، مش هتعرفي تنامي وانت جعانه، انا مجربها قبل كده ما نمتش. ايه خليل في ايه؟ مش عاجبني حالك. ماله حالي؟ الحمد لله احسن من حال ناس كتير قوي. الحمد لله تمام، بس يعني انا عايز اريحك من الشقه والتعب اللي انت عايشه. خليل بقول لك ايه، انت في حاجه رسمها في دماغك وعايز تقولها، قولها وخلصني. جايب لك عريس. قول كده. عرفت ليه بقى انا عمال اتحايل عليك واقول لك تتعشى وتتعشي؟ وعريس على فكره اي واحده في الدنيا تتمناه من غير ما اي حد يتحايل عليها انها تتعشى. انت فايق ورايق، تصبح على خير. طب اعمل لك سندوتش عجوه. ترى مين اللي ماشي مع الواد خيلة ده؟ ياه جرى ايه؟ ده عريس اخته ياه. ادي العرسان اللي تفرح وتصر القلب بصحيح. ده خطيبك ده كان شايل حاجات تيجي اكتر من 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ انت بتقول ايه يا ابو سريع؟ انا شفت الحاجات دي بعناية. اللي هياخدهم الدود، اللي هياكلهم الدود، قول ان شاء الله. اصبري بس انتي وهو، دلوقتي انا هروح وهعرف لكم كل الحاجات اللي جايبها له. المهم يا حبيبتي نولبك من حب جانب، مش يبقى زي القرع يمد البرة. جرايه ياما، هو عريسي ده عريس زهرة. يا ريتو كان من نصيبك. ما هو من خيبتك، ما هو من خيبتك يا اخويا ووكستك اللي وكسنا بيها. يا راجل ما انتش عارف تحلق على الراجل لبنتك. يا ولي يا هو، انا كنت بشم على ظهر ايدي. ما تصبر انت وهو بقى، ده لو زهرة اتجوزت العريس الغني ده شوفوا بقى الخير اللي هيعم على الكل. ولا خليل حبيب قلبي ساعتها بقى هيجيب كل الطلبات اللي طلبناها منه وفوقها بوسه. ما تتعشميش قوي يا روح امك، البت زهره اخته دي ما هياش هبله عشان تبعتر فلوس جوزها. دي بت واعيه وعارفه مصلحتها فيه كويس قوي، مش خايفه خيبتنا. هي الحكاية يا ابو، مين عندنا جوه؟ ده العريس اللي اخوكي جايبهولك. الهي يا رب يكون من حدك ومن نصيبك. اي الف سلامة. اي 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 هو انت شفتيه يا ابو؟ انا قادرة يا بنت اتحرك من مطرحي عشان اشوفه. الظاهر بقى مش هطلع من هنا غير على تربتي. بعد الشر عليك يا ست الكل، ما تقولش الكلام ده بقى يا ابو. قالوا ايه؟ اخوك اللي طالع عليه الا يدخلني مستشفى، احنا يا بنتي حمل مصاريفها. يا لهوي، ده الراجل ده هيبهدلنا فلوس يا اما. ايه ده، انت لسه قاعده لغايه دلوقتي؟ امي الراجل قاعد من بدري جوه بقى شبه الرنجايه. وانت بقيت شبه ابوك يا اما. مش وقت ابويا ولا امي. امي بقى البسي حاجه كده وقابليه، البسي حاجه من اللي انا جايبهم، قصدي من اللي انا شلتهم بعد ما هو اشتراهم. امي ماشي يا خليل، ماشي ماشي، وهطلع عسل 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 يعني.
ده العسل الجبلي ده جميل قوي، جايب معاك طبعا. ايوه تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. بتتكسف حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اكيد اتجنن. في ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ انت عاجبك اللي بيعملوا فيا ابنك ده؟ ده مش جايب لي عريس، ده جايب لي عفريت. انت شفتيه؟ ايوه شفته، يا ريتني ما كنت شفته. يا نهار اسود ومنيل، ابنك بيعمل فيا كده ليه؟ عايز ينتقم مني ليه؟ اخ ياما. ايه ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده يا زهرة؟ انت شفتي ايه؟ شفت واحد برجل مسلوخة او عفريت قدامك؟ يا ريت يا اخويا، ده العفريت ارحم منه. يا بنتي يا بنتي، الراجل مش في شكله. يا اما بنتك دي مش فاهمة حاجة، هي بتحسب ان انا جايب لها عريس اي كلام. الراجل اللي جوه ده تل فلوس. يا ناس حرام عليكم، ارمي نفسي في طيس بالشكل ده؟ وانت عايزة ترميني انا همك في طيس؟ اه يعني يا حبيبتي الناس الوقت كلها بتجري ورا الفلوس. يعني انت ياما كمان موافقه على الكلام ده؟ يا بنتي انا عايزه مصلحتك. قومي تعالي اعتذري للراجل ده بكلمتين، واذا كنت خايفه من عفريت انا مستعده اولع لك النور. يعني انت مصره يا خليل؟ يلا حبيبتي يلا خش كده تفهمي مع الراجل واغز الشيطان. يا ظهري يا حبيبتي ياما. سمع كلمه يا ظهري دي اهدي متقطع في صدري بسكاكين، ما بيجيليش نور كل الليل يا زهره صدقيني. يعني هو هيوافق على كل طلبات يا خليل؟ كل طلباتك يا حبيبتي اللي تطلبيه تحت رجليكي. يعني ماشي يا خليل اتفضل. ضرب اتفضل. عسل والله يا عسل، انا عارف ان عسل. يا رب اهديها يا رب، افرجها علينا كلنا يا رب. ايش تجمر يا ست الحسن والجمال؟ يلا يا عروستنا اطلبي من بو عبد الله اي طلبات قدها وقدود. مهر نص مليون جنيه. بسيطة. وشبكة 200,000. ما يخالف. ومؤخر مليون جنيه. ما راح يكون في داعي للمؤخر. يعني ايه؟ يعني اللي بيتجوز واحدة بهالجمال عمره ما بيفكر انه يطلقها. نفسي اسكن في قصر على النيل، ونفسي في 6 عربيات احدث موديل. وما تريدي طيارة؟ يبقى كويس طبعا. والله هاي الطلبات انا ما اقدر عليها. لا انا بقول نخف الطلبات شوية. اسمع يا ابو عبد الله، بلاش طيارة، احنا ناخد بدل سفر احسن، خلي عندنا راحة. انت مالك انت؟ انا طلبت كل طلباتي، لو عايز تتجوزني نفذها لي. والله ابغى اتجوزك لكن هاي الطلبات ما بقدر عليها. خلاص يبقى مع الف سلامة ونشوف وشك بخير، ويا ريت ما اشوفش خلقتك تاني. حياكم الله. وين الطريق يا سي خليل؟ انت تايه ولا ايه؟ البيت بيتك ابو عبد الله، بس اقعد نتفاهم. بلاش قصر. والله اختك ما تركت مجال للتفاهم. بلاش قصر، بقول لك شقه قانون جديد. طب بلاش عربيات. شفت يا اما؟ شفت حبايب بنتي كل اللي عملته مع الراجل؟ طلبت منه ايه؟ طلبت ايه؟ دي عاوزه تلحقته للحق يا اما. ايوه اذا كان عاجبه، وعلى راي المثل الغاوي ينقط بطاقيته. انت خليتي طاقيه، انت عايزه تقلعي الطاقيه وعايزه تقلعي هدومه ويمشي عريان في الشارع، لكن اقسم بالله يا اما لو ما اتجوزتش الراجل ده يكون مصور قتيل في البيت ده. بعد اذن اروح الحق العفريت بدل ما يطلع لوحده غيرك. طب يكون في علمك بقى، احنا ما في خيرك اركب. ايوه هي الشقة حضرت الضابط. افتح يا خليل. افتح ايدي تهيؤات. ما تحكي لي بنفسك وتقوم تفتح الباب. وانت بتعمل ايه هنا؟ ما تروح انت تفتح. مين؟ افتح الباب بوليس. انت تعرف حد بالاسم في الاسم ده؟ يا نهار بوليس يا نهار اسود. ايه اللي جاب الناس هنا؟ انت زهرة؟ ايوه زهرة يا حضرة الضابط. ايوه
فين الاجزخانه اللي عندك هنا في البيت يا زهر؟ اجزخانه ايه؟ ايه الاجزخانه اللي بتبتعي فيها الادويه؟ الراجل ده كذاب وضلالي وفرحه في الجاي بيعاكسني ولسه مهزقاه دلوقتي قدام الخلق كلهم. ولا هزقتني ولا حاجه يا حضره الضابط، وحضرتك ممكن تسال الحي كله بيشتروا الادويه من عندها. لو سمحت يا دكتور انا مش عايز كلام كتير. ماشي زهر، انا هسالك السؤال كمان مره واخر مره، فين الصيدليه اللي عندك هنا في البيت بدل ما نفتش البيت ونبهدله وبرضه هنجيبها؟ انا عندي الصيدليه بتاعت امي، وهم والله العظيم كام علبه كده عشان خاطر علاجها. كويس قوي، ممكن نشوفها ولا في مانع؟ تحت امرك، اتفضلوا. اتفضل يا حضره الضابط. ايه يا بنت؟ ايه ده؟ في ايه؟ متقلقيش يا ماما مفيش حاجة، يا ستي ايه ده؟ يا لهوي ايه يا زهر؟ يا وزارة الصحة اتفضل يا حضرة الضابط اتفضل. ايه ده كله يا زهر؟ ده بتاع عمي، زي ما انت شايف كده ست كبيرة في السن بقالها 10 سنين بتتعالج وعندها كل الأمراض. أمك عندها الأمراض بتاعت الأدوية دي كلها؟ أنت مالك أنت؟ هو إيه يا حضرة الضابط؟ هو انت دلوقتي بتقفشوا في الناس اللي بتعالج امها ولا ايه؟ اتفضل. ماشي يا زهر، هنشوف موضوعك انت وامك، بس الاول هنحرز الادويه دي وناخدها معانا، وانت كمان هتيجي معانا. يا صبتي لا، نزلوا الصيدليه وهاتوا صاحبتها معانا. ايه كل ده؟ اتفضل يا حضرتك صاحبك. يا خليل يا خليل، حاجه يا خليل يا خليل، يابا يا خليل يا خليل يا خليل، الحقني يا واد الحقني. ايوه ياما مشوا. سبت البوليس ياخد اختك بس زي ما انت راجل انت؟ ياما انا كنت تحت السرير عشان كنت بدور على الشبشب، معقوله اقابل البوليس وانا حافي؟ طب اجري اجري بسرعه ودور على فوزي وخده معاك وروح وطلعه اختك من القسم. حاضر حاضر يا ام، حاضر. اوام يا وام. حاضر الحمد لله الحمد لله. ده لسه بيلموا الدواء. بعدين فوزي المحامي ده ايه اللي هيطلع اختي؟ فوزي ده لو راح القسم هيتقبض عليه في القسم، ده محامي كحيان. يا واد انت يا منايل على عينك، اجري بسرعه اسمع الكلام اللي بقول لك عليه. حاضر. خرج اختك من القسم. حاضر يا ابو، حاضر هحاول هحاول. امشي. حاضر حاضر حاضر. استنى يا فنان، العلبه دي وقعت منكم، هلملكم بقيه العلب ان شاء الله. ايوه مين اللي بيخبط؟ مين؟ ايه خليني يا اخويا، اختك مسكوها ليه؟ المهم فين فوزي ابنك؟ فوزي يا اما في المحكمه يا اما في مكتبه. ما تعرفيش في اي محكمه؟ فوزي العدو الشماشيرجي المحامي، جنح جنايات حكايه قضايا حاجه صعبه. يا اخوانا كميه المحامين ده، والنهارده عيد ميلاد المحامين ولا ايه؟ حد عليه شيكات؟ شيكات فوزي قضايا جنح جنايات حاجه صعبه. فوزي ايه يا سيدي الكشك اللي انت واقع فيه ده دلوقتي؟ ايه خير اخت زهرة؟ مالها زهرة؟ البوليس قبض عليها الحمد لله، فرجت. قصدي يا ساتر يا رب، ايه اللي حصل؟ الدكتور زرومبيح ده ولا الدكتور صبيح بتاع الادويه بتاع الصيدليه مالي بلغ عليها البوليس وقبض عليها. طب خلاص ما تحكيش حاجه، انا تعالى لي المكتب بتاع عندي في المكتب، احكي لي القضيه كلها بالتفصيل. يلا. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ خليل. مش وقت ضيافه يا استاذ فوزي، يلا بينا نلحق زهرة. يا استاذ خليل انا ما بستقبلش قضايا في الشارع، مش في اوفيس بيدفع ايجاره؟ ايوه هبقى اجي لك يوم تاني، بس عايزين الحظوره. بقول لك حد اتحبس. اتفضل بس حضرتك ارتاح شويه لحد ما نخلي السكرتير يعملوا لك حاجه تشربها. يا منوسة كوبايه شاي بسرعه يا استاذ خليل. اقفل عشان منوسة. يلا يا عم اشرب ايه؟ اشرب ايه يا عم؟ اقعد اشرب حاجه واحكي لي القضيه. احكي لك ايه بس على العرس اللي تحت المكتب؟ يلا بينا. طب استنى، طيب الشنطه بتاعتك؟ يلا تعالى الشنطه معايا. جاي اهو. أنا شايف يا حضرة الضابط إن هذا المحضر مجرد وشاية، وشاية كيدية فقط لا غير. أيوة يا باشا عهد الله، هذا المحضر مجرد وشاية، وشاية فعلا يا باشا. أنت بتتكلم ليه يا دنت؟ مش هو المحامي؟ يبقى أنت تخلص. وشاية كيدية إزاي يعني يا متر؟ أنت ما قريتش المحضر كويس ولا إيه؟ إحنا ظبطنا الأدوية اللي بتتاجر فيها عندها في البيت، وحرزناها هي والأجزخانة. وأين موكلة الآن يا حضرة الضابط؟ موجودة عندنا في الحفظ والصون لغاية لما تتعرض على النيابة بكرة الصبح. أنا لا أرى سبب قوي للقبض على موكلتي يا حضرة الضابط، وأطالب بالإفراج عنها مؤقتا، وبصفة المحامي الرسمي لهذه المتهمة أود أن أتعهد إلى سيادتكم في محضر رسمي وإقرار مني لإحضارها غدا قبل العرض على النيابة. غدا ألقاك. يعني إيه الكلام ده يا حضرة الضابط؟ يعني آسف ما ينفعش. اسف ما ينفعش ازاي يا حضره الضابط؟ انا فوزي العدو الشماشيرجي المحامي، وبطالب بشكل رسمي على مسؤوليتي الشخصيه استلام المتهمه واقرارها غدا. وانا الضابط اللي قبضت عليها وبقول لك بشكل رسمي ما ينفعش، هتفضل موجوده عندنا في الحبس لغايه لما تتعرض على النيابه. تسمح لي يا حضره الضابط، ده تعنت رسمي. فعلا يا باشا ده تعنت رسمي. انت بتتكلم ليه تاني؟ هي الاصابع ما بتطلب لي سنة اهو. تعنت خلاص، تعنت تعنت، احسبها زي ما تحسبها. تسمح لي بقى يا حضرة الضابط،
انا هخرج من هنا على مكتب وزير الداخليه شخصيا واقدم له مذكره. هو ده اسمه التهديد؟ لا مؤاخذه، اصل ما حدش عرفنا عليه قبل كده. والله يا فندم نعرفك عليه. بعد اذنك يا باشا نزلناكم بره بعد ما تخلصوا التحقيق يعني. خد يا ده، انت رايح فين؟ انت هتخرج بمزاجك؟ اترزق مطرح ما انت واقف. حاضر يا باشا، حاضر يا باشا. يا فندم ده مواطن حر وغير متهم، وانا بطالب بحق القانوني وحق موكلتي. مالكش اي حقوق عندنا، وموكلتك دي متهمه عندنا ومثبت عليها ادله الاتهام، وانا بقى مصر ان ما افرجش عنها الا لما النيابه تحقق معاها وهي اللي تقرر تفرج ما تفرجش، هي حره. امال ايه يا فندم الشعار اللي بيقول الشرطه في خدمه الشعب ده نعمل فيه ايه؟ لا ما هم غيروه دلوقتي، بقى الشعب والشرطه في خدمه الوطن. انت ما عندكش فكره؟ وبعدين هو معنى ان الشرطه في خدمه الشعب ان احنا نسيب المجرمين والمتهمين ونفرج عنهم من غير ما النيابه تحقق معاهم والقضاء يحاكمهم؟ وبعدين امشي بقى، امشي، انا ورايا شغل. ايه يا فندم ده؟ حضرتك بتطردني؟ طرد محامي اثناء ارتدائه الروب وهو يدافع عن متهمه بريئه لن تثبت ادانتها حتى الان؟ يا فندم انا اخرج من هنا على منظمه حقوق الانسان. اهو والنبي يا ريت، وما تنساش وانت ماشي تبقى تعدي على مجلس الامن والامم المتحده يمكن يطلعوا لك قرار. فوز العدو الشمشيرجي المحامي يا حضره الضابط قادر على حل اي قضايا سواء محليه او دوليه، بس هم يعملوا لي توكيل. امشي. عنوان مجلس الامن عشان السواق اللي معانا. مع صاحبك يا حبيبي، امشي بالعيطه دي من قدامي. نوال، شفت اللي حصل يا نوال؟ معلش معلش يا حبيبتي، براءة بإذن الله. براءة ايه ده؟ فوزي نفسه معرفش يخرجني. شدة وحتزوني إن شاء الله. أنا بس خايفة على أمي. تفتكري فوزي هيعرف يعملي حاجة؟ أنت عارفة فوزي بيعزك قد إيه، وأنا هروح النهاردة أشوفه عمل إيه. كتر خيرك يا نوال. كتر خيري على إيه؟ وأنا بس عملت حاجة؟ سايبة شغلك وبتجري ورايا يا حبيبتي، ربنا يكرمك. حبيبتي خدي بالك على نفسك، خدي دي لقمة على مقص. ربنا يكرمك، كنت جعانة. خلي بالك على نفسك. يلا يا جماعة. خلي بالك من أمي. ها ما تخافيش، بس مليش والنبي يا نوال، تعالي لي والنبي. خلي بالك على نفسك. فوزي ها؟ يا جماعة أنا عايزكم تطمنوا على الآخر، طالما الأستاذ فوزي العدوي المحامي حط دماغه في قضية يبقى لازم تطلع في شنك بإذن الله. يا أستاذ فوزي حضرتك قلنا عملت إيه؟ أيوة يا أخويا، إله يريح قلبك. أنا عايزك تستريحي وتطمني على الآخر يا خالة أم زهرة. اسمها أم خليل مش أم زهرة. يا أختي مش وقته دلوقتي. ودلوقتي يا أستاذ فوزي العدوي المحامي، دلوقتي اختي زهرة حبيبتي دي هتنول حريتها امتى؟ انا عايزك انت بس تركز في الحجرين اللي بتطقطقهم يا استاذ خليل وتسيبنا. الحكايه مش سهله كده ولا سبهلله، دي قضيه وفي اجراءات قانونيه لازم تتخذ، وفي روب هيتلبس في المرافعه. انتوا فاهمين المحاماه دي حاجه سهله؟ عارفه يا خاله ام زهرة انا قعدت في كليه الحقوق دي كام سنه؟ 10 سنين. يعني زهرة دلوقتي هتفضل محبوسة؟ يا جماعة انتوا مش واثقين في فوز العدو ولا ايه؟ ما قلتلكم اطمنوا. بكرة ان شاء الله زهرة هتكون قاعدة معاكم هنا وبتشرب معاكم قهوة وشاي وبتأزأز لبي. يا رب. بص يا استاذة، انا عملت كام روجيتا كده عمولة وكتبت فيها عدد كبير من كمية الادوية المثبتة في المحضر الرسمي، وعايز مساعدة حضرتك. وانا تحت امرك، قولي بس انت عايزني اعمل ايه؟ مش حضرتك بتشتغلي في مستشفى؟ ايوه. واكيد فيها دكاترة. طبعا. انا عايزك تختاري اطيب واجدع دكتور في المستشفى وتعملي له منه روجيتا ببقية الادوية المثبتة في المحضر اللي هي مش موجودة عندنا، واهم حاجة تبقى باسم خالة ام زهرة. يا جنيلة يا عم، ما قلتلك اسمها ام خليل، انت مش راضي تفهم ليه؟ لا 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 اهدي بقى، مش وقتك خالص. في ايه يا باشمهندسه؟ ما تشوف خطيبتك دي يا استاذ خليل نفسين. بقولك يا بتبت، دلوقتي ابوكي سلام الله عليه ورب الرحيم، يعني ما اعرفش دكاتره؟ دكاتره؟ اوعى تجيب السيره دي يا خليل قدام ابويا، ده ابويا بيتشائم منهم، بيقول ان هم لما بيعالجوا الناس بيوقفوا حاله. يا ساتر يا رب عليك انت وابوكي، ده كل امنياته جثث، ده بيتمنى ويدعي ان عزرائيل ينزل يقش في الناس كده قش. جاتهم داهيه في سيرتهم. سامع امك يا خليل؟ بتتكلم على عزرائيل يعني وقرايبه؟ عزرائيل وقرايبه. ربنا يخليك يا فوزي، انا مش عارفه ودي جمالك دي كلها فين. يا ستي ربنا يخليك انت، ده انا المفروض اشكرك. على ايه؟ ده انا اول مره في حياتي اخرج زبون من الحبس. معقوله؟ اه يا ستي ما تعرفيش حاجه، بعيد عنك حديد وبعيد، ده انا زبايني كلهم خلف الاسوار المغلقه. يلا يلا خلينا نفرح بيكي.